السلام عليكم الدراري، معكم يوسف وصحاب في جديد ورياكسيو جديده. سو رياكسيو ديال اليوم غتكون على مستر كريزي، وهادي رابع رياكسيون. شوف باش تنتهلا فيكم في خطره، يعني شوف يعني راه شي 3 سيمانات ما درت لكم حتى شي رياكسيون، وما بين البارح واليوم اربع رياكسيون. هادي هي الرياكسيون الرابعه، الرياكسيون على صاد المجرد، الرياكسيون على منال، والرياكسيون ديال ديزيدروس، ودابا ديال مستر كريزي. سو مستر كريزي لاح واحد تراك ديال AMG. سو التراك مازال ما تمزكتلوش، مازال يلاه نتمزكلو معاكم. ودابا سو باش نوضح واحد اللعيبه، بزاف ديال البنادم تيتشكى تيقول لك ما بقيتش نسمع الصوت مزيان في الفيديو. راه هذيك راه ماشي احش، انا ما بغي هكا وصافي، انا اللي تنقص من الصوت وتنقص منه بزاف، وبعض المرات تندير لي زياس. علاش؟ حيت دابا الا جيت انني تسمع انت الموسيقى ولا شي حاجه، راه اوتوماتيكمون تراك غادي الفيديو كامل غادي يتحيد ليا من اليوتيوب. يعني ما نصدق لي لا يحلى والو، يعني خدمتي غادي تمشي في الخاوي وصافي. يعني في الاول كنا تنقطع 10 سكوند سو ما كناش تنتمزكو بزاف، دابا ولينا تنقصو من الصوت، بعض المرات تندير لي زياس واخا هكا تبقى تسمع لك شويه الصوت. هادشي اللي كاين، يعني تنعتذر بزاف، ولكن ما كاينش شي حل اخر، ما كاينش شي لعيبه اخرى. مازالين حنا تنحاول انني نتعرف على روابا، وعاد راه مشكله بعض المرات رابور تيكون عام، يعني تكون شركه الانتاجيه اللي مكلفه له بكوبي رايت وداكشي. داكشي علاش سو باش بلا ما نهضر بزاف، راكم عارفين يعني ما فهمتي، الا بديت الهضره ما تنسكتش، يعني راه دابا راه نقدر وصلنا شي 3 دقائق ومازال ما وصلناش لهذا. سو معكم يوسف وصحاب، ودير ديك سبسكرايب بليز، هبط فرقع ديال ما ديك سبسكرايب، ودير ديك الجرس باش تكون من الاوائل اللي تتفرج فيا، وتلاح لعندي الانستغرام بوسحاب برود، تما ديما انا حاضر. خصك شي حاجه، شي لعيبه باغي تعرف عليا، شي حاجه، شي فكره، شي لعيبه، اي حاجه بغيتي تتواصل معايا تما، تنجاوب كلشي. هذا وكاين هذيك اللعيبه ديال انني كل مره نقدر نبقى نجيب ضيف، يعني يبقى يجي معايا واحد يحضر رياكسيون، نشوفوا رده الفعل ديالك، تقدر تكون انت كاع ما عليك الا انك تتواصل معايا. لا كان شي لعيبه لا ضروري تقدر تحضر معايا، واي واحد كيف ما كان، يعني ماشي ضروري انني خصني نكون تعرفه، بالعكس هاد البيت هذا بغيت نردو ديال كلشي، ديالك انت، ديال العالم كامل، اي واحد تتفرج فيه، واي واحد داير سبسكرايب ومتبع يوسف بوسحاق. سو يوسف بوسحاق راه ديالو. هادشي اللي كاين، باش بلا ما نطول عليكم، مستر كريزي AMG. شوف نشوفو هداك التراك كي داير، باينة غادي يكون فرقع. او ماي جاد بيس 1 2 3 بيس. اوكي المرس نايس، الربح مضمون. كوش شنو هذا؟ اشهار ويت. كويس واش كابتها اشهارات ولا في الاول المرس؟ ولكن انا ما تنظنش بانه المرس داير ليها اشهار، ولكن هذيك ديال اللي كانت شاده الساطه تليفون ديال كاش ولا شي حاجه، انا شكيت بهذيك اللعيبه اشهار فهمتي، روابا ولا شي يديروا اشهار. مزيانه اللعاقه غادي تولي تدخل بزاف، وكنت انا فهمتي كنت نشوف هذوك بحال الشكل ديال الاغاني ديال صاد المجرد وزوير الباوي، كانوا فارعين لينا راسنا بواحد التليفون بلا ما ندير له، كانوا دائما دايرين له اشهار كاع داك اللي تيغني هذوك السيلات ديال صاد المجرد ديال زوير الباوي، ديما فارعين لينا راسنا بهذاك التليفون بلا ما نذكر سميتو. سو حنا ماشي شغلنا في داك الشيء، المهم هو اننا نشوفوا التراك كي داير والفيديو كليب. بيس. اي 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 اوكي شلاطة عاودي على امك. ولي 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 شوف، اول حاجة انا تعجبني هاد السيلات هادو ديال السيل اللي غنى به، ماشي السيلات، مالو هو غنى بالسيلات كاملين. المهم انا تعجبني هاد السيل هذا اللي غنى به، تحمقني انا تعجبني هاد الفلوات هادو، والفيديو مكترين فيه الامجو، ولكن هانيه فهمتي، روابا تيبغيو يبينوا الحديد في الكليبات الله يعفو عليهم، ولكن هانيه ما كاينش المشكل. ولكن انا تيبان ليا تراك غادي ناضي ناضي بزاف. بيس نكملو باش بلا ما نبقاو نهضرو بزاف.
الروفران هذا نايس خويا، تابعنا خروط وخلي الكلاب تنبح. نايس نايس البونش لاين هذا عجبني، هاد الليريكس بيس خلي الكلاب تنبح، يعني دير انت هذاك الشيء اللي باغي وخلي الكلاب تنبح، يعني ما تسوق لحتى شي واحد، يعني عيش حياتك. يعني انا ديما تنقولها في الفيديو كليبات، يعني شوف انت بيرسوناليتي ديالك، ويلي الهضره ما تبقاش تخرج، ويلي بكثره العربيه الشخصيه ديالك، انا قلت بالعربيه الشخصيه ديالك، ديما انت اللي تحكم فيها، ما تخليش بنادم يتحكم فيك. يعني هاد الحاجه هذا انت راه عارف ليميت ديالك، يعني ما تقدرش دير شي حاجه اللي خايبه بزاف، ولكن انت راك تعرف هذاك الشيء اللي عليك واللي ضدك، يعني بلا ما تبقى تفرع راسك مع بنادم وتبقى تشرح له وكذا دير الحاجه اللي تعجبك نتايا، وما تخلي حتى شي واحد ياثر فيك ولا شي لعيبه ولا كذا. بحال دابا انا بنادم سولني قال لي صافي بقى عليك بنادم بالمعيور في الكومونتيرات، وداير بحال البنت داير بحال البنت تمشي تحسنتي نو راه داير فيديو وراه حاطو فلاشين، هو راه تلقاو هو الاخر حسنت فيه فيديو تنحسن فيه. يعني شوف انا ماشي بنادم، يعني انا مستقبلي فهمتي، انا عرفت شنو تندير مستقبلي كاين تما، كان عليا نحسن شعر باش انا نقرا، يعني الايكول اللي داير انا راه ما درتش لافاك ولا داير شي حاجه، انا داير ديبلوم باغي نقرا واحد ديبلوم ياك. سو ملي مشيت لهذيك ليكول قالك اندير دي الشعر عادي، مشيت حسنت، يعني انا ماشي بنادم جاي عندي مالك داير بحال البنت مالك على هاد السن، مشيت حسنت نو حسنت لمصلحتي انايا، فهمتي باغي نقرا عليها حسنت. هادشي اللي كاين بلا ما نطولو بلا ما نهربو على السوجي بزاف، ولكن النوطة عجبتني انايا، خلي الكلاب تنبح، يعني بنادم ينبح مورا ظهرك ما تسوقلوش بيس. و هادشي اللي كاين نبداو كنفوت كاسمرض. قال لك عزيز عليا نشد الضد، فهمتي، يعني بنادم شوف اي حاجه يقول لك بنادم يقول لك ديرها ما ديرهاش، دير العكس ديالها انت. علاش؟ حيت بنادم انفو غادي يجي يدوي معاك، راه ما يدويش معاك على مصلحتك انت، راه كل واحد راه تيبغي مصلحته باش نكونوا متفقين. يعني بنادم باش انه يجي ينصحك يمشي يدير هذيك الحاجه اللي ينصحك بها يمشي يديرها هو الراسو، فهمتي. ولاحظت واحد الحاجه في الكليبات ديال هاد الاخرين، الكليبات الاخرين ديال روابا كاملين تيديروا فيهم بيكتشر، يعني فيديو داخلين فيه التصاور تلعبوا بواحد الطريقه اللي واعره بزاف، وكل مره تيديروا بهم السيلات في شكل، ولكن هذوك اللعيبات هذوك الاف ديال التصاور اللي تيدخل وسط الفيديوهات اللي عجبني بزاف هو ديال علي صامت، فيه واحد الطالياني وقيله اللي فيه العاقه بزاف. سو هذاك داروا فيه واحد اللعيبات تما فين اول مره تنشوفها وعجبتني بزاف وحمقاتني بيس نسكو. دريفت 10 غرام في البواكاطو خدي مع البوليس. خدي مع البوليس وو انا وشيطاني في AMG، انا راه شكيت بانه هذا علم اشعار المرسى واخا راه مستحيل. شوف حنا تنتمناو اليوم الخير الله يجعلهم يوصلوا للمازيراتي كاع، ولكن انا اللي تنقول لكم دابا هو ان داك انا بديت تنشك علاش الشقه هو حيت يقدر يكون واحد سميت تراك AMG اللي هذا المرسى ولا كذا، فهمتي زوينه هاد القضيه هادي فهمتي، ولكن انا غير تنضحك فهمتي، يعني ماشي حكرت على انه دار اشعار ولا شيء، بالعكس عادي انا ماشي ضد داك الشيء، ولكن بيس وانا عجبني داكشي انا وشيطاني في AMG. اوكي قول لينا شيطانك شنو شي يقول لك بيس. شلاب باو ديال امك وو نايس تيشيرت نايس حدا مع البوليس
رفران واعر، رفران واعر واعر بزاف، انا عجبني الرفران احمق. لا رفران بالرجلة واعر بزاف. نايس. ونزيد دابا بيني وبينكم ما يدخل لك الشك، الاكسسوار كاملين خواتم اللي دار في يدو تيشيرت، يعني راه كلشي مضروبه فيه المرسى. انا راه بدا تيدخل لي الشك اخوت، والله حتى بدا تيدخل لي الشك بالرجل ما نكذبش عليكم. ديال امك سوري ماشي ليكم غير حيت هو دار وصاب. ناس ايوب وجادور ديديكاس ليك خويا ايوب، انستغرام مستر كريزي اوف هو الانستغرام ديالي انا، مروكو 2019. نايس سول خوت، كانت هذه الرياكسيون. انا التراك عجبني عجبني بزاف، تنتمنى ان الرياكسيون تكون عجباتكم، تنتمنى تكون عجباتكم بزاف، يعني هربتوا فهمتي ماشي عجباتكم غير شويه. سو رياكسيون انا اللي لاحظت هو انه الكليب مخدوم بطريقه واعره واعره بزاف، والتراك واعر ومخدوم بالسيل اللي تيعجبني واللي يقدر يعجب كل شيء. تراك تلعب بجوج فلوات وعاد الفلو ديال الروفران، وفي الاخر فهمتي لعب واحد الايقاع ولا نستريو ثاني تبدل، نقص غير با ماشي تبدل كامل، ولكن فهمتي تلعب بواحد السيل اللي واعر عليها في الاخر. لاحظتوا انه تعاود الروفران بزاف، ولكن انا التراك عجبني عجبني بزاف، ومستر كريزي انا تعجبوني في هاد التراكات. ما تنديرش المستر كريزي بزاف حيت ما نكذبش عليكم، بيني وبينكم ما نكذبش عليكم قليل اللي التراك اللي مزكين عند مستر كريزي، يعني ماشي انه ما تعرفش هو، بالعكس راه واعر وتنتمزك له، ولكن ماشي كاع التراكات، التراكات قلالي اللي عاجبين عند مستر كريزي، ومنهم هذا تا هو زاد عجبني وعجبني بزاف. سو كانت هذه هي الرياكسيون، نتمنى انها تكون عجباتكم، واخا راه قلتها لكم في الاول نتمنى انها تكون عجباتكم، ولكن عاود نقول لكم نتمنى انها تكون عجباتكم. هادشي اللي كاين كما العاده، كان معكم اسبوع اسحاق، وما تنساش تهبط لتحت تلقى اللين ديال الانستغرام ديالي، دخل له دخل تما سير صيفط لي ميساجات، ولا كنتي باغي تحضر معايا كضيف تحضر معايا شي رياكسيون ما تعرف، صيفط لي ميساج كون خير نهضرو انا وياك، الا كانت شي لعيبه صيفط لي ميساج نجاوبك بيان سور، غادي نجاوبك يعني ما يمكنليش انني يعني ما نجاوبكش، تجاوب كلشي وديك الساعه يكون خير، تقدر تحضر معايا شي رياكسيون علاش لا. بيس عليكم.